طيب دعني قبل أن أجاوب على السؤال بشكل عام، يمكن القول أن حديث برهان إن دل على شيء، مجمل حديث برهان إن دل على شيء إنما يدل على مدى على أهمية وضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة نفسها. طبعا هو تحدث بالمناسبة أيضا عن الهيكلة. نعم، لأنه حديث البرهان يبرهن أن القوات المسلحة في أزمة، القوات المسلحة السودانية في أزمة، لأن البرهان الآن هو عضو مجلس أو هو رئيس مجلس السيادة، فموقعه الذي يجلس فيه هو سياسي وليس عسكري، ووفقا للوثيقة الدستورية كل أعضاء مجلس السيادة يمثلون القائد العام للقوات المسلحة، يعني ليس البرهان فقط. فلا يمكن أن فجأة أن ينتقل البرهان من موقعه السياسي أو من منبره السياسي إلى وظيفته العسكرية ليتحدث نيابة عن القوات المسلحة. فهنالك ازدواجية، وده دليل على إنه المهنية التي يجب أن تكون متوفرة في القوات المسلحة هي حتى على مستوى القائد العام وظيفيا غير متوفرة.